نظمت مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية وبيطرية في محافظة المنوفية أيام الأول والثالث والرابع من ديسمبر. وضمت القوافل الطبية تخصصات طبية أهمها الأطفال والبطنة والجلدية والعظام وخدمة تحاليل مع الكشف وصرف العلاج بالمجان، حيث قدمت الخدمة ل 789 مواطنا مع تحويل حالتين لأقرب مستشفى للعلاج، بينما عالجت القوافل البيطرية 143 رأس ماشية و550 طائرا، بالإضافة لتنظيم ندوات توعوية حضرها 865 مواطنا من أهالي المحافظة.